اللاين ده يا جماعه. طب ايه عايز ايه؟ الطابور. ماشي انا هقف في الطابور اهو. انت ايه هتقف في بلدي قدامي؟ عيب كده. عيب كده ليه؟ عيب كده ليه؟ مين اللي قال العيب كده؟ استاذ. نعم؟ بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ الطابور. اقف 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 ورا. لا انا اللي هقف هنا. تاكل معانا ولا ايه ده انت؟ وانا اكل معاك ليه؟ بتكلم مين انت يا بتاع الصراصير انت؟ على فكره انت بتحتاج كبير. انا مش بحتاج كبير. ما هو حضرتك ما شفتش الموقف من الاول. يلا يلا انت بس يلا وخلاص وخلص الموضوع. انت دلوقتي عاوز تعمل مشكله بدون اي مسمى يا فندم. لا انا يا فندم. لا يا فندم معلش حتى اذا كان واقف قدامك انت بقول له انت ضيف اقف قدامي. لا يا فندم مش ضيف. انا اسف. انا اقول لحضرتك على حاجه. لا ما تقوليش. احنا ايه اللي جابنا ورا؟ ان احنا دايما ساكتين. لا ساكتين. اللي قدامي هو اللي يقف قدامي. غريب يقف قدامي في بلدهم. ما احنا طلعنا فيك على واحد ضيف عندنا تضربه. لا يا فندم. لا مش خليه هو ضيف على الدير. خش. لا 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 يا فندم ده الغلط. طب بعد اذنك اسمعني. لا لا ارجوك بعد اذنك اسمعني. ما هو ده الغلط. لا ده الغلط. مشكلتنا ان احنا سكتنا كتير. ماشي بس ما ينفعش نسكت. بس ده مش مشكلتهم هم. ما بقيناش احنا ما بقيناش مرتاحين. انا مش عارف ارتاح باشا. هو غريب مثلا من اي بلد. تمام. شيلوه على راسي. لا لا اشيلوه على راسي ليه بقى؟ هستفيد ايه لما اشيلوه على راسي؟ بقول لك استفيد ايه؟ انا بتعب نفسيا يا اخي لما بشوف الناس دي. انا بتعب نفسيا لما بشوف الناس دي. هو الراجل ساكت. انت اللي مش ساكت. بهدي الجو. انا مش جاي عليك. انا مش بتخانق معاك. انا اللي هعرفك. انا فاهم. انا فاهم حضرتك. انا انت تعب نفسيا ليه يا عم؟ انت تعبان نفسيا بقى براحتك. لا لا انا مش تعبان نفسيا. انا انت اشيلك على دماغي من فوق. لكن ده اشيله على دماغي ليه؟ صح. ليه ما يصحش يعني؟ ليه ما يصحش اللي انت بتقوله؟ يصح. لا يصح يا فندم والله. يصح ليه؟ لان احنا متبهدلين هنا. احنا متبهدلين هنا وبنسافر بره. بنتبهدل بره. سيبه يمشي. سيبها ويمشي. انا هبقى مرتاح. اقول لك على حاجه. انا ممكن احاسب عليها واسيبها وتمشي. لا يلا يا فندم. انا بعد اذن حضرتك انا هبقى مرتاح اكتر لو مشي من هنا. لا بس اديله بس. انا والله انت لا تقول له يمشي ولا هو يمشي يعني ربنا يسهل له حاجه في اي حته. طب خد انت بس. انا لا انا 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 واقف معاه بقى. وهنا قررنا نتدخل. السلام عليكم يا فندم. مساء الخير. السلام. اهلا يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ازيك؟ كنت معانا في برنامج الصدمه واللي بيحصل ده كله مش حقيقي. ليه حضرتك خدت المبادره ان انت تسجل وجهه النظر دي؟ يعني ليه ما قلتش انا مالي؟ يعني انا مش طرف. لا مش حاجه يا ابو. لو كلنا قلنا انا مالي البلد مش هتمشي. انما الفكره كلها لازم نستحمل بعض. حتى لو ضيف عندي بينفعني بنص دولار. ده على دماغي من فوق. كنت حاضره موقف وكنت بتفكري فيه والموقف ده حصل؟ ده جد. حتى لو احنا بنتعامل كده بره يعني احنا برضو ضيوف عندنا سالون كويس برضو. حضرتك الاول كنت قاعده بتسمعي الحوار اللي بيتقال. ايوه اشوف اخرك. واضح انه مش عاجبك الكلام طبعاً. بس ساكته. لا طبعا انت ساكته في الاول. كتير اخت عماله تراجعوا يعني. بس قلت ما تخلص هي بقى.